إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، أطلب التقرير الأمني والإعلامي للأحداث الأخيرة التي شاهدتها البلاد. سوف تكتشف أن جبهتنا الإعلامية ضعيفة، وأن من يدير بعض حسابات التواصل الاجتماعي الوهمية غير كويتيين، ويستخدمونها كوسيلة للاسترزاق وضرب الشرفاء والوقوف مع من يدفع، حتى وصلت المسألة لابتزاز المسؤولين والمساومة على المصلحة العامة في كل شأن مصيري والمساس بكرامة الناس. فيا أبو الصباح، أين أنت من الكويتيين الذين وقفوا مع وطنهم ضد الحملات المشبوهة؟ وفي أحلك ظروفه كان الدافع الوحيد حب الوطن والقيادة ومصلحة الشعب. اليوم هم أنفسهم يعيدون نفس المواقف المشرفة في 2011 ضد موجة وفتنة الربيع العربي الأخوانجي. هم نفسهم من وقف ضد الإرهابيين والشقب بالبحرين وضد تغلغل الحوثي الإيراني في اليمن، وهم من وقفوا مع أمن واستقرار مصر، وهم من يدافعون عن أرض الحرمين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ضد المؤامرات التي تحاك ضدهم. ها هم الإخوانشية، ومن كانوا يدافعون عن الشغل يهاجمون وزارة الداخلية بيانها المشرف في القبض على الخلية الإرهابية المصرية، وهم أيضا من أصدروا البيانات ضد القرارات الحكومية في خطواتها الإصلاحية ضد المقيمين بصورة غير قانونية. يا سمو الرئيس، هؤلاء الناشطين والإعلاميين هم رجال هذا الوطن والقيادة، هم أبناء الكويت الشرفاء الذين يقفون مع أمن وأمان الأوطان ولا يتبعون أو ينساقون خلف مصلحة أو خلايا أو أحزاب إرهابية أو ضالة. هم من عاهدوا الله على الدفاع عن الوطن والدول الشقيقة. يا أبو صباح، هذول أهم السور الإعلامي ويساندون إخوانهم رجال الأمن في الميادين. يجب تقوية الجبهة الإعلامية للوطن بهؤلاء الشرفاء ليردعون كل متآمر، وهذه رسالتي وإني لك من المصلحين.